الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى على دعوة الاستقامة الإسلامية مع بسم الله محمد حسن أخوان سرپرست رئاسة الوزراء محترم ملا عبد الغني برادر معاون رئاسة الوزراء محترم مولوي محمد يعقوب مجاهد سرپرست وزارة الدفاع محترم الحاج ملا سراج الدين حقاني سرپرست وزارة الداخلة محترم مولوي امير خان متقي سرپرست وزارة الخارجة Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Kok perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.